ونشكرهم جزيل الشكر ولهم كل التقدير والاحترام لما قدموه لنا ولشعب الإمارات بشكل عام والمقيمين من حرية في كل المجالات. هذا إخوري إنسان عادي ومتواضع. دخلت الإمارات سنة 1977 بدون أي خبرة ولا رأس مال. دخلت الإمارات وفتشت عن عمل، وكنت محظوظا بأن عملت في بدايتي في مصنع للرخام بوظيفة كاتب، وكان راتبي 1550 درهم شهريا. هذه البداية. في البداية كما قلت لك عملت في هذه الشركة بوظيفة كاتب، وتدرجت فيها بعدة وظائف. بعد الكاتب عملت أمين صندوق، ثم كاتب حسابات، محاسب، مسؤول محاسبة، ومدير. ولم أطلب يوما زيادة على راتبي، يعني وقت اللي ترقيت من كاتب إلى أمين صندوق أضافوا إلى راتبي 50 درهم، صار معاشي 1600 درهم. كنت بعتبر حالي إنه أنا صار عندي وظيفة، إذا سألت شو بشتغل؟ بشتغل كاتب، بشتغل أمين صندوق، بشتغل كاتب حسابات، بشتغل محاسب. يعني أنا كنت عم بعمل شهاداتي اللي بقدر أتقدم فيها إذا صار طلبت شغل مكان تاني. وكنت أتقن عملي بشكل إنه باحتراف، إنه أتعلم الشغلة باحتراف. وكنت محاسب كنت محاسب، وكنت مسؤول محاسب كنت مسؤول محاسبة، رغم أني لم أدخل الجامعة، تعلمتها في الشركة من الغير. وكنت أحضر ميزانيات وفنانشال ريبورت وأعمل كل الشغل المطلوب مني بالوقت المطلوب مني، إلى أن وصلت إلى رتبة المدير. وبعدها استمريت بالشركة 10 سنوات. بعد 10 سنوات، ولأنه غير مطلوب أكثر من 10 سنوات خبرة، تقدمت باستقالتي على أمل أن أبدأ حياتي وعلى مسؤوليتي. والذي شجعني على ذلك أن راتبي في ذلك التاريخ أذكره كان 8650 درهم، ومن السهل تحصيله. يعني الحمد لله ما كان معاش كتير عالي مش ما خاف أنه بلش، لأنه إذا كان الراتب أحيانا مغري بتعمل 100 حساب إذا بترك ولا ما بترك. الحمد لله كان معاشي متواضع وقدرت أمنه كل سهولة. بدأت بالعمل الخاص برأس مال متواضع، إيجار أرض بالمنطقة الصناعية الرابعة الخامسة، واشتريت من شهر واحد ولما كانت للتلميع، وبدأت بالتجارة أكثر من التصنيع. أذكر عندما زارتني والدتي وشاهدت أول كونتينر قالت لي يا أمي شو بدك بيع؟ قلت لها بفرجي الله. اليوم الحمد لله عندنا 80,000 متر خام بالمصنع، بس أكيد جاء نتيجة مجهود و يعني في صفات للنجاح، في مصداقية، في تحافظ على حقوق الغير، تلتزم بالمشاريع اللي أخذتها، تسهر على عملك، بده متابعة. ما بيجي نجاح من فراغ، بدك تحب شغلك، بدك تتابعه. ما فيك تبني شغل على اساس حسد من الغير، وفلان نجح يعمل يعني مثله، او فلان فاتح بده يفتح مثله. هذا شيء ما بينجح خصوصا بشغلنا. شغلنا بالرخام هو شغل عائلي، يعني فاميلي بزنس، وهذا النوع من الشغل ما نجح غير كفاميلي بزنس، لانه المواد الطبيعيه، مواده الاساسيه مواد طبيعيه، ما فيك تجيب مثلها، او ما فيك تلاقي مثلها بغير محل، ما في بديل. يعني كل بضاعة بتجيها من مصدرها، ما في مصادر تانية لنفس البضاعة. بدك تجيب بضاعة أكيد بالمصداقية اللي كانت عندي إياها مع الناس من الفترة السابقة، اللي كنت موظف
وادفع حق الناس، كانت الناس توثق فيي. والفتحت كلهم ساعدوني وعطوني وامنوا لي، وانا كنت وفي معهم وما اكلت حق حدا الحمد لله. وهيدي بعتقد انه من اسباب النجاح ان تكون صادق بشغلك. نحن منورد ومنركب رخام، نحن عنا تجارة نبيع ألواح، إنما الشغل الأساسي عنا مشاريع، والمشاريع هي كناية عن إنه بناخد مشروع، بناخد نحن القياسات، نعمل خرائط، بناخد موافقة من الزبون على الخرائط، بنقدم له عرض أسعار، وبنلتزم بكون نحن مبني عملنا على بضاعة موجودة، لأنه بالرخام من أصعب شيء إنك تبيع بضاعة على عينة وبعدين تروح تدور عليها وتلاقيها. صحيح. انا افضل يكون عندي برخام موجود بمصنعي رخام، قد ما بتكون الكتل كبيره ومجموعه الواح كبيره وبتعمل مساحه كبيره، قد ما بيكون شغلك مضبوط ومستوفي للشروط. صحيح. على اساس نحن البضاعه الموجوده عندنا نحن بنبيع، ما بنبيع على اساس بضاعه نجيبها من برا، لانه مش ممكن نتوفق لا بالوقت ولا بالنوعيه اللي بنجيبها من برا. وقت نحن بناخذ القياسات ونعمل الخرائط، بنقطع على حسب الخرائط وبنركب على حسب الخرائط وبننهي مشروعنا على حسب الخرائط، وهيك بنكون على نور الزبون عارف حاله شو اشترى وشو استلم. طبعا متخصصين في عمل المبيعات التنفيذي ايضا. اكيد نحن بناخذ المشروع من A to Z، من تقطيع الرخام، عمل ووتر بروف حمايه مشان ما يخرب، من ركبه في طريقة أكيد سليمة للتركيب الرخام، ما فيك تركب الرخام بأي طريقة، بتركبه حسب الخرائط المقسمة، بتلحق العروق، بتلحق كل التوزيعات مثل ما مثل المخطط المرسوم قدامنا، عمالنا بركبوا هني على إقامتنا وهني متخصصين. يعني صار عندنا في عندي موظفين صار 26 سنة معي منذ البداية، ما حدا بيتركنا الحمد لله، موظفين نحترمهم وراضيين وبيشتغلوا بكل أمانة. وهذا اكيد نجاحنا اكيد بسببه، يعني مش بسبب مجهود شخصي كمان، لانه حتى اللي حواليك المفروض يكونوا امنين وبيساعدوك بالنجاح. اكيد ما في شك انه التطور تغيرت كل اساليب العمل منذ البدايه حتى اليوم، انما التطور كمان حتطورنا كمان، الموردين عنا تطوروا بالتصنيع، بالاستيراد، بنوعية الانتاج. يعني اليوم كانوا يشيلوا الصخور بالكمبرسور وبالديناميت، غير اليوم الصخور بيشيلوها بطرق علمية. الناس كمان بالإمارات تطورت، الناس عندها وعي، بتعرف حالها شو بدها ببيوتها، نوعيات الرخام اللي بدها إياها، الفولو أب تبع الديزاين. يعني في تطور بالاساس، ما كان فينا ان عزبون يعمل حمام رخام، اليوم كل الفلل الحمامات رخام، كل الارضيات رخام، بالاضافه اكيد بيستعملوا سيراميك، بيستعملوا مواد خشبيه كذا، بس اجمالا الاكتريه الفلل الراقي كلها رخام. بعدين في كمان كان في بيوت اجمالا بالقديم كان كلها كلاسيك، اليوم صار في مودرن، في نوعيات للمودرن، في مواد للكلاسيك. بعدين في قصص نحن من الزبون ننصحه موجهه كيف يستعمل، اذا بيختار نوعيه مش منيحه لنفس المكان اللي بده اياها نحن ننصحه ما يستعملها، يعني موجه الزبون كيف يستعمل البضاعه المناسبه للمكان المناسب. مجلس وطعام ومحلات مفتوحه، محلات بيكون بضاعه غاليه، غرف نوم وكذا، محلات تكون بضاعه مقبوله، مداخل جرانيت، حمامات رخام، ترافيرتينو، نحن موجه الزبون وبنساعده اكيد. نحن انا بعتبر حالي محظوظ، وانا بشتغل مادي طبيعيه مش من مكان في جيبه. مادي طبيعيه، مادي طبيعيه بتطلب سفر مجهود وعلاقات مع الموردين. يعني بالاساس انا بالنسبه لي المورد الزبون مهم،
بس انا الاهميه هي للمورد، لانه اذا ما عندي بضاعه نظيفه تبيعها انا شو بدي بيع الزبون؟ صحيح. هذا الشيء بيتطلب انك تسافر ويكون في علاقه مع الناس، انه وقت يكون عندك صخره نظيفه في شخص فلان اسمه مهدي خوري بيشتريها، في بضاعه نظيفه مميزه في فلان بيشتريها. لو البضاعه غاليه اكيد، لانه ما في بضاعه رخيصه وكويسه. هي البضاعه الغاليه اللي بتستوردها من هذه البلاد هي السبب بعدين العملية قناعة انه كيف تشتغل انت بالنوعية. في ناس ما بتحب الشغل بضاعة غالية، بتحب مستواها ستاندر. من البداية وقت نحن بلشنا بالشغل بلشنا من الاساس بنوعية غالية، وكان يقولوا عنا غاليين، والحمد لله ولا مرة كنا ما عنا شغل، ولا مرة كنا الناس اللي بيشتغلوا معنا ما كفوا يشتغلوا معنا، لانه كلنا بيعرفوا انه البضاعة الغالية البضاعة الكويسة غالية. بالاساس كان الرخام معروف انه بس من ايطاليا، لانه الطليان هن المتخصصين بصناعه الماكينات اللي خاصه بتقطيع الرخام. كان كل العالم يصدر بلوكات على ايطاليا، وايطاليا فيها ديوتي فري، وهن اللي مستلمين السوق العالمي. اليوم بعد ما بيعوا الماكينات الطليان لكل دول العالم، بيعوا ماكيناتهم وناس عملوا كوبي عنها مثل بالصين وغير بلاد، نسخوا الماكينات وطوروها، صار فيك اليوم تستورد رخام من كل العالم مباشره. يعني مصر فيها رخام، فيك تستورد من مصر رخام، من المغرب فيك تستورد رخام على مستوى العالم العربي، من ايران، من تركيا، من ايطاليا، من اسبانيا، البرتغال، البرازيل، الصين، اليونان. نحن مستورد، من نعتمد على الاستيراد من المصدر. يعني ما قلنا نحن مصلحة نشتري من ايد لايد، نحن بنجيب مباشرة، بكون افضل وعندنا الخيار نختار النوعيات من مصدر. نحن الحمد لله يعني اللي وصلنا له مقتنعين فيه، واليوم مثل ما شفتوا المصنع اللي عملناه جديد حننتقل عليه حاليا، هو الحمد لله معمول بعد خبرة 42 سنة بالشغل، يعني كناية عن معرض 700 متر. أكيد بعد ما فرشناه لا عم نقول حيكون في معينات وقصص مميزة بالرخام، وعندنا بعد ما بفوت الزبون على المصنع بيطلع على العينات وبيدخل على جاليري فيها كل اللوح، بيختار اللواح بنفسه. بعد ما بيختار الالواح بتدخل على هنجار ثاني اللي هو فيه الماكينات للانتاج، وبعد ما بتصنع بتفوت على هنجار ثالث اللي هو الفينيشينج، التشطيبات النهائيه. وبعتقد انه هذا من الحمد لله من المصانع اللي ما بدي اقول انا من احسن المصانع، من من من, من افضل المصانع، انما من افضل من احسن المصانع بالامارات. أكيد الحمد لله أنا كنت محظوظ أن أكون بدايتي بالإمارات، وحتى اليوم مستمر حتى اليوم. الأهم شيء الحمد لله بالإمارات هو الله أنعم علينا، هي نعمة الأمن والأمان بفضل القيادة الرشيدة لأصحاب السمو. وأذكر في البداية المغفور له صاحب الشيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله سراه، ومن بعده الشيخ خليفة بن زايد والحكام الكرام، عملوا جاهدا، عفوا، بالإضافة إلى القضاء. القضاء أكيد من ضمن الأمن والأمان، القضاء المحايد الذي يعطي لكل إنسان حقه. صحيح. الاستثمار في الإمارات مبني على الأمن والأمان والقضاء، بالإضافة إلى الحرية. اليوم تعمل بالإمارات بكل حرية، ما في أي ضغوط، ما في أي رشوة، ما في أي عائق. كل هالأسباب أكيد بتساعد بالاستثمار، بشجع الاستثمار. بالإضافة إلى الاستثمار الشخصي، صحيح. هناك الاستثمار العقاري، هناك الاستثمارات أخرى. أنا مستثمر أيضا، في عندي شقة الحمد لله،
في وعقارات، وعندي انا شريك في مصنع اشتار للديكور في دبي. عندنا منجره نعمل فيت اوت داخلي، ديكور داخلي تصميم، وعندنا مصنع مفروشات، نعمل مصنع مفروشات. كل هذا الشيء اكيد بيظل الامن والامان والاستقرار المادي ايضا، يعني درهم الامارات ثابت ايضا يشجع على الاستثمار. لم الحمد لله لحد اليوم بوابنا زجاج، بوابنا مفتحة، ما مرق معنا مرة حدا تعدى أو حدا سرق أو حدا أذى، نتيجة هذا الأمان اللي مأمنينه أصحاب السمو الحكام والقيادات العسكرية والأمنية كذلك، اللي هن مشكورين أيضا على هذا الأمان والأمن. بارك أولا لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد العيد 46 للاتحاد، وللمؤسسين الحكام السابقين رحمهم الله وأولياء العهود، وأتمنى لهم دوام الأمن والأمان والاستقرار، ونشكرهم جزيل الشكر ولهم كل التقدير والاحترام لما قدموه لنا ولشعب الإمارات بشكل عام والمقيمين من حرية في كل المجالات، من تأمين المساجد والكنائس والمعابد لجميع القيمين، واعتلاء والفخر والعز الذي عاشه أكثر من 42 جنسية في هذه الإمارات من التسامح والمحبة والاحترام. لا أحد يأخذ حقه في يده، لا، هناك دولة تحمي جميع الحقوق لكل الناس، وهذا القضاء المستقل من ركائز وداعمين هذا. الشكر لا يمكن تحديده بشخص، الشكر أولاً للمرحومة جدتي ستي اللي هي دعت لي وصلت لي، وأكيد لأهلي اللي هني ربونا على قيم الحق والخير والأمانة، وزوجتي اللي وقفت إلى جانبي، وأولادي اليوم الذين يساعدونني ويقدرون مجهودي، وإذا تخلفت عن أداء كامل محبتي أكيد بشكرهم. أكيد بشكر اولا اللي سعالي وجدني على الامارات اللي هو المهندس ابراهيم شومان، بشكر معلم جميل شماس اللي تعلمت عنده 10 سنين شغل، لانه انا وفي ما فيني انكر لولا ما وصلت لهون تعلمت عنده. بشكر اللواء جمعة امان اللي اعطاني اول مشروع، اول ما فتحت اعطاني اول مشروع، هو عنده شركة جمعة امان يصفو امان. بشكر اربتك اللي اعطوني اكبر مشاريع بالبلد ووقفوا معي ووثقوا فيي وساعدوني، وبشكر اكيد رامي ملحس اللي هو كان السبب، كان مدير عام بالشركه بالارابتك ليفينج ديبارتمنت. بشكر فخر هلالي اللي صار بيشتغل معي 32 سنه من اول ما فتحت لحد اليوم، بشكر بثقه. بشكر كل الموردين، لانه الموردين شيء قصه مهمه بحياتي، وثقوا فيي وساعدوني ودعموني ماديا وامنوني ودينوني. وبالاخير شكر لدوله الامارات اللي هي السبب الامن والامين اللي انا وجدت فيه. يعني اليوم بالامارات ونحن بنسافر لبرا بنسال وين بتشتغل وين كذا، بس يعرف من دبي بيقول لي يو ار لكي، انه الحمد لله انتم محظوظين عايشين بالامارات، هذه البلاد الراقيه الامينه الحمد لله. اكيد كانت لنا سبب والشكر كله لها.